أسعد الله مساءكم، زلف الله حياكم الله وبيكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم إن شاء الله. فقد عدنا والعود أحمد، دائما في إطار دي لايف كونستركتيف أو البث المباشر أو اللقاءات الفعالة إن شاء الله. عينا شوية من الروتين على كل حال. مرحبا بكم مجددا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دونك إثما إثما تمزور لهم دينا صحة العيد نوان تعيدوا وتزيدوا، وكل عام انتم بخير ان شاء الله، ربي يهنيكم ان شاء الله، صحة العمر ان شاء الله، تغزيل العمر ان شاء الله. اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اقضي دينا المدينين ان شاء الله يا رب العالمين. دونك لوكازيون وسين خفيف وظريف، ما نطولوش، شي جوست ان تي باساج، فذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين ان شاء الله. بمناسبة المهم صدور نتائج شهادة البكالوريا، دونك لوكازيون واش غادي ندير توت مي فيليسيتاسيون، كون هنا ربي ان شاء الله، مبروك عليكم مسبقا. وان كان على كل حال شفنا نسبه النجاح كما نسبه الانتخابات في بلادنا، يعني ما كاش ديفيرونس بزاف. دونك قالوا الله ما تقرش جيب الباك، والفايده بعد الباك، المشكل بعد الباك. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله برت خير الشعب لبناء المستقبل وبناء الذات، ماشي الشعب برك لي جوست انك تدخل الجامعه على جال لا شانتا ريستو. والله ربي يهنيكم ان شاء الله، وان شاء الله اللي خسروا نقول لهم العام الجاي ان شاء الله، ولا تقنطوا من رحمه الله مليح. المهم كي تعاود ان شاء الله وتجيبوا، عنده بنه وحلاوه ثاني كذا كيف. المهم يوصل يجيب الباك في بلادنا. وكذلك هناك بعض من الاولياء تحصروا على ابنائهم، باش نعجب على حد المساكين، قال ماشي خسرنا سي با لا فان دي مود. دونك هناك مثل فرنسي يقول سي با اوبليجي دو تران تري بون ميديسان بور غاني تا في، ليس شرط ان تكون جراح او ان تري بون شيروجيان ولا جراح ماهر ولا اختصاص ولا طبيب باه تربح في بور غاني تا في، فوالا باه في حياتك اليوميه والمستقبليه. دونك لكل ولي الكعبة رب يحميها اللي خلق ما يضيع. دونك ماشي شرط الباك برك، كاينين على كل حال. شفنا هنا في مثلا في فرنسا يركزوا بزاف على الليسي يقولوا الثانوية المهنية، هذا هما عندهم الثانوية المهنية اللي تعلموا الحرف، هما يسحقوا الارتيزان أكثر. ولكن في بلادنا لو كان يكونسونطرو بزاف يركزوا على التكوين المهني وطوروه، والله من افضل من الجامعه. التكوين المهني رانا في الوقت وين العولمه والمشاكل، يعني احنا ما نقدروش نسيروا العالم. الحل الوحيد هو العوده الى الحرف اليدويه الارتيزانه، ويطوروها على كل حال. كاين بزاف حرف يدويه هي ما شاء الله، ربي يوفق الجميع. وثاني شفنا كذلك نسبة أرقام الكورونا عندنا في تزايد وتصاعد، ربي يشفيهم إن شاء الله. دونك الحيطة والحذر راكم عارفين. جسوي با ميدسان، لست باختصاصي باه نحكي لكم على اللقاحات، لأن الطبيب في حد ذاته يهدرك على التلقيح وما يهدرك على اللقاح. جيسبير فهمتوا، الطبيب يهدرك على التلقيح لا فاكسيناسيون، مي لا فاكسان ماشي مختصاص طبيب، لانه مش طبيب اللي صنع الفاكسان. طبيب يهضر لك على الفاكسيناسيون، على التلقيح، ندير لك الحمى، ندير لك ديزانتيو، ندير لك المهم وما شابه ذلك. وربي يشفي مرضانا ان شاء الله. وعندنا على بالنا في الجهه تاعنا حتى من المنطقه تاعي وحتى من الدوار عندنا اللي مرضى بالكورونا، ربي يشفيهم ان شاء الله. دونك الحيطه والحذر واجب. على كل حال احنا انا صراحه اعوذ بالله من كلمه، انا جامي شفت واحد هنا مريض بالكورونا، مثل اللي نعرفهم كامل فوتوا كورونا، وان كان عندهم امكانيات باغ اكزومبل الاكسجين، عندهم حوايج كيما هذو العزل والاكسجين وما شابه ذلك. لانه هناك بعض من الامراض فيهم اللي ميم سانتوم، معناها كل حال نفس لي سانتوم كوموندي، نفس كان بعض نفس يا ربي كيف يقول كيف يقول اللي سانتوم بالعربية، راح تلخص. نعم. عبد الحميد غانم يوجه نداءه، قال لك مستعجل مريض في
اصبر شوف، قال لك مستعجل مريض في حاله حرجيه بامس الحاجه لجهاز الاكسجين، من يستطاع منكم المساعده يتصل على الارقام التاليه. ولا إيه هذا يحوس على الماشينه تاع الاكسجين. دونك بالمناسبه حاولت، جات لي فكره البارح برك، قلت لما لا، الحمد لله كل الحملات التي اطلقتها عبر الفيسبوك يعني نجحة 100%. الحملة الأولى هو المستشفى الحمد لله، والحملة الثانية الإيكوغرافي والحمد لله، والحملة الثالثة وئام والحمد لله، والحملة الرابعة وسيم والحمد لله، والحملة الخامسة هشام سيدير والحمد لله، قبل وسيم هشام سيدير الحمد لله، والحملة السادسة الحملة السادسة ربي يرحمه ويوسع عليه بالمناسبة لونيس باه نقلبوه للبلاد، والحملة السابعة إن شاء الله ما تبخلناش فيها. على كل حال بالنا كاين رجال أشاوس دان وراوند فاميل دان البعض يخم الخير، فدلوا على الخير كفاعله. دونك نبغى نلونسين كومبان باش نخبر نكرين كانيوت باش هاد نصغ 3-4-5 لي باري لوكسوجين وتنشي على ريجو، ولما لا بوركوا با نزم راد نشي على 5 شاك بلدية، شاك كومين 5 البلديات معني بمستشفى شاك كومين اش نشي عيوث. دونك زرغ لي بريسور امازون معروف على كل حال هو البديل في عالم التجارة والاخر، امازون لانت 800 والميد 1400 يعني لانت 16 مليون الميذ 20 مليون 25 مليون 30 مليون، وان كان افيك في قركنا افيك لي تي في تو سا ميس البروبليم ماشي 4000 يورو و 5000 يورو. المشكل ميز رغامك ام كان دي نشيع ذا علم وخا لونسي ان كومبان هاد نكرين كانيوت 4000 يورو 5000 يورو ماشي حاجه نزمر هاد نشيع هاد نسى مسح البروبليم سي ام كان نشيع قلت مور كيفاه كي يشريوهم كيفاه نبعثوهم من البلاد مادام كلشي مسكر حتى فوالا كلشي مسكر. سقسيت اسكو يا هذيك كاين دي سوسيتي فرونسيز يخدموا تما سبيسياليتي تاعهم يدي ترونسبورتور فوالا سي كومبليكي دي شالوسي لانه يخدم الميزان وهادو ماشينه اخرى توزن كاين من الحجم الصغير من 5 لترات الى حل لتكثيف الاكسجين او لانتاج الاكسجين من 5 لترات حتى 10 لترات. دونك البروبليم سي ماشينا الاخرى فيهم توزن 10 كيلو او عفوا 15 كيلو 20 كيلو دونك 4 ولا 5 25 كيلو دونك حتى به مام لا دياشال ما يقدرش يجيبهم. ربي يجيب الخير. دونك نشوف على كل حال، وان كان دونك نشوفوا مع جماعه ثم في البلاد بالك مع حملات تضامنيه في البلاد نسيو المدرهم j'ai des contacts avec des agences les bureaux في الماتريال ميديكو ثم لاستريموتاسيون ميديكال. دونك يديروا لنا دي بري ونشوفوا كيفاه الا كان معليش نتعاونوا كامل الجاليه هنا وثم بشويه نشريو 4 ولا 5 نحطوهم في السبيطار ولا لمساعده المرضى ماشي غير كورونا برك، لانه هذا تكثيف الاكسجين يساعدوا على لاسبيراسيون. واحد عنده الازماتيك عنده مرض الربو ولا ما شابه ذلك ضيق تنفس ولا عنده حاجه ولا اخر ماشي شرط يكون عنده كورونا، فدلوا على الخير وكفعله. ان شاء الله ماذا بكم تبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم ان شاء الله يعطيكم الصحه في المسنون. سنعود ان شاء الله في حملاتنا الانسانيه ان شاء الله لا لشيء الا لمنطقه. اما البقوق هذاك اللي قال حبيبان كل حبيبان الشهره ما توكلنيش انا الخبز والله ما توكلنيش انا ديك الرواس الصباح انا نبات خدام باه نصور خبزه تاعي ما استناش بقوقو كيما انت وراهم عارفين روحتهم وخاصه واحد الجماعه ربي يهديهم ان شاء الله. دونك شنو ندير نعطيكم الصحه تنميرتونا لبروشين عايزين خرجين باريس وحييكم فدلوا على الخير كفاعله ولا تقنطوا من رحمه الله يعطيكم الصحه على بروشين ان شاء الله خفيف وظريف وسنعود ان شاء الله مع النشاطات الانسانيه كما قلنا نكون في اقرب وقت ان شاء الله. يعطيكم الصحه وربي يجيب الخير. هنيئا للشباب او المهم للناجحين في كل المستويات الدراسيه والعقوبه ان شاء الله فوالا وصايه لهم برك اقروا من اجل القريه ما تقراوش من اجل الخدمه لان انا رانا في الوقت بقرية تاعك ما تقدرش تخدم
لان صراحه النيفو تاعك والخدمه تاعك ما توالمش القرايه تاعك. دونك اقرا من اجل القرايه، باه تثقف روحك، باه تتعلم، باه تكون روحك صح. اما الخدمه رزق على ربي. ثانيا، ثانيا لكم الصحه، جزاكم الله خير جزاء. الى بروشين.